حالة الوصول المعرفي المعقول Condition of Reasonable Epistemic Access. الديانات الإبراهيمية الثلاثة عبرت في كل كتبها المقدسة بصورة مختلفة عن غموض Inscrutability طرق الله، وإن أحكامه وقراراته بعيدة كل البعد عن إدراكنا وعقلنا البشري. التأكيد ده على غموض وعمق الفجوة المعرفية بين علم البشر والعلم الإلهي أحد أهم الركائز الأساسية لكل صورة من صور الإيمان التقليدية. داخل الإطار ده، الفيلسوف الأمريكي المعاصر ستيفن ويكسترا طرح دفاعه المشهور بدفاع حالة الوصول المعرفي المعقول Condition of Reasonable Epistemic Access، اللي عادة ما بيختصر لنقد كورنيا ضد جدلية روي الدلالية، واللي نشرها للمرة الأولى سنة 1984 في ورقة بحثية بعنوان العائق البشري للحجة الدلالية للشر The Human Obstacle to Evidential Arguments from Evil. قلب الحجة بناء على قدرتنا الإدراكية المحدودة، إحنا مش في موقع للحكم على قابلية وجود صور من الخير أخرى في العالم غير معروفة بالنسبة لنا، من الممكن لله إيجادها فقط عن طريق السماح لبعض الشرور من الحدوث في العالم. الفكرة دي عادة ما بيطلق عليها الإيمان الشكوكي Skeptical Theism، أو الشكوكية الدفاعية Defensive Skepticism. ويكسترا أسس دفاعه على أساس مبدأ معرفي أطلق عليه حالة الوصول المعرفي المعقول، اللي بيقول في حالة إدراك موقف سين، إنسان صاد له الحق في الدعاء يبدو إن عين، فقط في حالة إن كان من المعقول لصاد الاعتقاد في عين بناء على ملكاته الإدراكية والطرق اللي بيوظفها لاستيعاب الواقع. لو كانت عين ليست الواقع، إذن الموقف سين من المرجح إنه مختلف عن الطريقة اللي استعابوا بيها صاد. خليني أبسط لك الفكرة. اللي بيحاول يقوله ويكسترا هو إن شخص ما من المعقول له إنه يقول إن لا يوجد سين فقط لو كان من المعقول للشخص ده إنه يستوعب سين، لو كان سين فعلا له وجود، ولو كان الشخص أصلا غير قادر على استيعاب سين، إزاي من الممكن إنه يدعي عدم وجود؟ استنباط جملة لا وجود لسين من جملة حتى الآن على ما أرى يبدو أنه لا يوجد سين، من الممكن أن نطلق عليه استنباط عدم الرؤية Nauseam Inference. أنا مش شايف الشيء، إذن لا وجود له. الإدعاء ده يبدو منطقي على سبيل المثال لو ببص من الشباك في مبنى مرتفع على الأرض وما شفتش نملة على الأرض، ادعائي بأن مفيش نملة غير استنباط عدم الرؤية. أو مثلا لو مبتدئ حديث الخبرة بيقرأ رواية مزرعة الحيوانات Animal Farm لجورج أورويل وفشل في رؤية الإسقاط على تجربة الاتحاد السوفيتي الشيوعية، هو أيضا نوع من استنباط عدم الرؤية Nauseam Inference. كل الادعائين غير صحيحين لنفس السبب، الشخص اللي قام بالادعاء ما عندوش القدرة الإدراكية لاستيعاب الأشياء محل التساؤل. إزاي الفكرة دي طيب بتنطبق على جدلية روي؟ روي جادل بما إن لا يوجد خير بيبرر سماح الله بنموذجي الشر الغير مبرر اللي عرضهم، بالتالي من الممكن استنباط عدم وجود خير كسبب لمنع الشر الغير مبرر. ويكسترا بيجادل إن من حق روي إنه يقدم استنباط عدم الرؤية ده فقط لو كان من الممكن لنا إدراك أو استيعاب الخير اللي من أجله الله سمح بحدوث الشر ده. زي ما أنت شايف، النقد بيعتمد في الأساس على محدودية المعرفة والملكات العقلية البشرية. فلسفة الإيمان الشكوكي من أمثال ويكسترا طرحوا عدة أمثلة لتوضيح دفاعهم والإشكالية في جدلية روي، معظمها بيحاول يرسم تشابه بين الفجوة المعرفية الموجودة بين الله والبشر في إطار بشر. أشهر الأمثلة دي مثال الأهل وطفل رضيع عنده شهر واحد. من وجهة نظر الطفل الرضيع، لما أهله بيدوله حقنة ده ألم غير مبرر، لأن إدراكه المعرفي مش مستوعب الخير الكبير اللي هيعود عليه من المعاناة اللي شافها إنها غير مبررة. روي وآخرين نقدوا الأمثلة دي ووضحوا عدد من الإشكاليات بين تشبيه معرفة الطفل الرضيع بمعرفة البشر. الفيلسوف الأمريكي ويليام إليستون قدم نموذجين مختلفين لفئتين من الأمثلة على دفاع حالة الوصول المعرفي المعقول في ورقة بحثية نشرها سنة 1996 بعنوان بعض الأفكار النهائية مؤقتاً على الحجة الدلالية للشر Some temporarily final thoughts on the evidential arguments from evil.
الفئة الأولى بتحاول إظهار أن الأفكار المكونة عن طريق البشر محدود القدرة لا يمكن اعتبارها دليل كافي على ما هو معقول أو جائز لكائن كامل القدرة والمعرفة، وطرح عدة أمثلة على الفئة الأولى منها. مثلا واحد طالب في السنة الأولى من دراسته الجامعية لعلم الفيزياء بعد قراءته لنظرية أينشتاين النسبية فشل في فهم الأسباب اللي دفعت لبناء نتائج النظرية. هل هذا يعني أن أينشتاين ما كانش عنده أسباب كافية لنظريته؟ بالتأكيد لا، قلة علم وخبرة الطالب في المجال حالت بينه وبين استيعاب أسباب أينشتاين. 2، مبتدئ فشل في فهم الدوافع والأسباب اللي دفعت بطل العالم في الشطرنج كاسبروف لتحريق قطعة ما. هل ده سبب كافي لأن الحركة دي كانت غير مبررة؟ وغيره من الأمثلة. ألستون بيطبق الأمثلة دي على جدلية روي وبيجادل إن استنتاج إن الله ما عندوش مبرر لسماح بالشر ده راجع لأننا غير قادرين على رؤية أسبابه لمنع الشر، وبيعد استنباط عدم رؤية. الفئة الثانية من أمثلة ألستون بتحاول إظهار إن محاولة البحث عن أسباب لدى الله لتبرير أفعال معينة، بالطريقة دي إحنا بنحاول ننقب في منطقة بشكل كبير غير معلومة الملامح بالنسبة لنا، وطرح عدة أمثلة. 1، عدم وجود أي مؤشرات حتى الآن على وجود حياة تانية في الكون استنتاج إنه لا توجد حياة أخرى في الكون. 2، لو في شخص معزول ثقافيا وجغرافيا في غابة ما بيقول على ما أرى لا يوجد أي شيء آخر على الأرض بعد هذه الغابة، إذن لا يوجد شيء آخر على الأرض بعد هذه الغابة، وغيرها من الأمثلة. أمثلة ألستون زيها زي مثال ويكسترا عانت من مشاكل في القياس ووجه لها نقد من روي وفلسفة تانيين. الفئة الأولى من أمثلتهم استنباط عدم الرؤية تم بناء على فقدان الخبرة أو المعرفة، الطالب اللي ما عندوش المعرفة والخبرة الضرورية لفهم النظرية النسبية. بالتأكيد لو كنت بدأت رحلتك العلمية في دراسة الفيزياء أكيد مش هتكون مؤهل لفهم الأسباب اللي دفعت أينشتاين لتطوير نظريته النسبية، لكن لو كنت طفلة صغيرة عمرها 5 سنين عانت من مصير الاغتصاب والتعذيب قبل الموت زي في حالة سو، على الأقل هتتوقع إن كائن كامل الحب والخير إنه يكشف لك عن أسبابه للسماح بالشر العظيم ده بالحدوث. على الأقل هيريحك ويقلل من عذابك ويطمنك إن في سبب ورا الشر البشع اللي وقع عليك والله ما منعوش. أو زي ما روي وضع الرد بشكل واضح على العكس من حالة كاسبروف لاعب الشطرنج اللي بيحرق قطعة لأسباب محددة هو غير مضطر للإعلان عنها لنا لأنها جزء من خطة محكمة، الله إن كان له وجود ما بيلعبش الشطرنج بحياته. في الواقع فهم الخير اللي من أجله سمح الله بشر بشع إنه يحصل لنا هيسمح لنا إننا نتحمل العذاب. الله عنده سبب قوي إنه يساعدنا في فهم الخير اللي هيعود علينا من وراء سماحه بالشر العظيم. روي مش بس نقد المثال لكنه كمان أضاف إن في إلزام قوي على الكائن كامل الكمال ده في عدم إخفاء نواياه عننا حتى نتحمل ونتعامل مع الشر العظيم ده. الإلزام ده غير متحقق في حالة لاعب الشطرنج أو الفيزياء المتمرس. بنفس الطريقة في أمثلة الفئة التانية، رجل الغابة المنعزل ثقافيا وجغرافيا عن باقي البشر ما عندوش توقعات مسبقة لطبيعة الأشياء اللي هتظهر نتيجة بحثه، أو في حالة بحثنا عن حياة أخرى في الكون ما عندناش توقع لشكل الحياة اللي هنلاقيها إن وجدت حياة أخرى. أما في حالة البحث عن دوافع وأسباب الله إحنا بنبحث في منطقة مميزة، منطقة كائن كامل الكمال، كامل الحب الخير اللي بيفرض علينا مجموعة من التوقعات عن تصرفاته، أقلها إنه يجعل أسبابه بالسماح بالشر متاحة وشفافة لينا. في الحقيقة الدفاع اللي قدمه ألستون وويكسترا وأمثلتهم مش بس فشلت في تعطيل حجة روي لكنها كمان ساعدت طبقا لبعض فلاسفة الدين في تطوير خط الأفكار اللي من الممكن استخدامه في فرضية الواقع اللي بتحتويها الجدلية، وبالتالي بيقوي من حجة الجدلية ضد وجود الله.